السلام عليكم، عدنا والعبد احمد، وكنا في سونتروفيل ضربنا دوره ما قدرناش نصوروا بزاف لانه اليوم السبت ولي فامي يخرجوا وما حبوش حنا نصوروا نساء ولا كاين اللي ما يحبش يتصور حتى الرجال ما يحبش يتصور. المهم حنا راني في حومه تاع لا كروندري وهذه هذا هو اللي حبس على جاله باه نصوروا. هذا في وقت الاستعمار كانت كنيسه وكانوا دايرين من الفوق الصليب، ونهار اللي استقلينا ولا جامع. دوكا نوري لكم مكان الصليب الفوق. هاك تشوفوا راه كاين الصليب كان الفوق، هيا كسروا هذاك الصليب وداروا دنيما وهلال ولا جامع. كاينه برك حاجه خاوتي، دخلت لجوجل ما لقيتوش هذا، ما لقيتش هو اسمه باش كذا حويرات ولا. المهم باك اللي راه مسؤول على هذا يدخلوه في الجوجل، ساهل ماهل ماشي حاجه كبيره. المهم صلوا على رسول الله وربي يعطيكم الخير. هذه ساحه صغيره هنايا وهنا كاين مكتب البريد كما راكم تشوفوا. المهم خاوتي راهي السخانه تقاطع، حنا في الجزائر راهي شويه كاين البروده قالوا لي. هذه الساحه نقولها ساحه اول نوفمبر. المهم صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل نروحوا لبلاصه واحده اخرى ان شاء الله ونصوروا لكم اماكن زينه. اللهم صل وسلم على رسول الله.